السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ معكم أخوكم بسام من قناة جيم أوفر. تعالوا حلقة جيم أوفر، واليوم بنكمل سلسلة تختيم ديس أونر ده الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى. في الحلقة اللي فاتت اللي ما شافها هربنا من السجن، في شيء سويناه في الحلقة الأولى ومسكنا ودخلنا السجن، ففي الحلقة الثانية اضطرينا نشرد من السجن ودخلنا إلى المجاري، فالحين بنكمل طريقنا. أنا توني داخل المجاري فحنكمل مشوارنا. التفاصيل اللي محطوطة في اللعبة هذه، يعني شوف الموية لما قاعدة تنصب قدامي، شفت كيف يعني الأشياء تتحرك؟ هذا شيء جدا حلو، عجبني ذي الحركة. فبسم الله نبدأ. الحين احنا في المجاري نبغى نكمل. اسكت يا فار. في المجاري احنا الحين نبغى نشرد، نبغى نروح نبغى نقابل واحد من أصدقائنا. Shut up. Look at this stuff. Somebody's been down here. Bottle Street gang, maybe. Watch for booby traps. Could be some down here by the look of it. Good. If we're lucky, we'll have a little bit of a problem. Corvo, if you're reading this, it means our plan worked. اوكي، هذا شكل الرسالة من الصديق اللي اداني اياها اللي طلع من السجن. يقول لي اذا انت قاعد تقرا الرسالة معناته ان الخطة مشيت، انه انت طلعت من السجن. حاول انك تقابل بتقابل واحد عشان يعطيك هيدن ويبن، يديك سلاح كراب ذا جير اند فان ساميول. فاحنا الحين مهمتنا نقابل ساميول في واحدة من المشاهير اللي هنا. اوكي، هذه مقفلة، كانت بي اوبن ات ذس تايم. اظن من هنا. يا كثر الفيران، ايش هذا الكرف؟ لازم ستيلث مود. أهم الفيران أكلتهم. نايس، أصل عليكم الفيران. واو 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 واو، حللتهم. واو، بقولي شي. والله أكلتهم صح. شكرا للفيران صديقة. Hidden supplies. اوكي، ما يمكن افتح الباب. اوكي، فيران حط رجولكم. أكيد الطريق مو من هنا. أنا خايف من الفيران اللي تاكلني. والله من جد بشرد عنا أبي شديدة، أقوى مني. أظن الحين أنا مجبر إني أمشي هنا في الموية. حلو، يمدينا أسبح. والله اللعبة بطلة يا شباب، من جد بطلة اللعبة. وفي شيء ما هناك، عندك حتى تمشي على الخشب. اوكي، هذا شيء ينقرا. اوكي، رسالة ناس عاديين يتكلمون عن المدينة. طب تيكت، ليش ما تاخذها؟ قريبة. في أحد؟ ما أدري، هذا التمثال ذكرني في بايو شوك، ما أدري ليه. أول ما شفته حسيت إني ألعب بايو شوك. انقلع هنا. أو فلوس يجي، ودي أعرف كم معايا فلوس الحين. أوكي، شكله لازم نفتح الباب. أوكي،
اوكي الحين احنا اصلا في المجاري فيبغانا نطلع من هنا. نقز رهيب يا شيخ، مرة رهيب. ايت ايت يعني للساعة انا ما تعلمت اي مهارة واحس نفسي يعني متحكم في الشخصية حقتي يعني مرن. يا الله امشي مع الصوت. بليك طاعون. يا الله ترمونهم، شكل الفيران بتصير صديقتي. انا خايف ما بمشي عند الفيران. الطريق من وين اصلا؟ شكلها دي بالها جري بعدين زحلقه. كمان فار استهبلوا. Attention, Dunwall citizens. The assassin Corvo, responsible for the murder of our fair emperor and the disappearance of Lady Emperor, is in custody of the state. Several brave officers of the state are dead by his hand. He is to be captured at any cost. الحين شكله أمسك في هذا. مكتوب no one will keep us from death. اظن صادقين في شباب قالوا لي انه هذا في زمن الطاعون وزمن الثورة الحديدية على ما اظن. وكان المفروض اني ما اطلع هنا، هنا ننقز هناك. اي زي ما اقول لكم انه في زمن الثورة والتطور والصناعة، في وقت الصناعة الثورة الصناعية ما ادري كيف يعني القصة تاخذ تلعب دور في ذاك الزمن، يعني مو في المستقبل زي ما انا قلت. انا توقعت انه في المستقبل. انا دحين اللي اكد لي من الطاعون. اوكي هذا شكله ايش؟ قنبلة مرة واحدة في التري. حلو اخذت شي منه. ما في شيء هنا؟ هذا ما ينشرب. طيب نايس لقيت الصندوق. هذه جثث؟ ايش معنى هذا؟ فلوس، هات فلوسك. ريت greeting كورفو or should I say lord protector. هذا واحد يعرفني اللي قاعد بيطلعني من السجن، واحد يعرفني. اها يقول احنا خدم الامبراطورة وهم عارفين فيني، ما هم شاكين فيني فيبوا ينتقمون. فهذه كل الادوات اللي جابوا لي اياها. واو special equipment كراسبو، سكينة، نايس. والله اللعبة دي بطلة. اوكي لسه انا الحين ما طلعت من المجاري. الحين جاني ابديت في المهمة انه لازم نكمل مشوار. بس ما في شيء ثاني. من الطريق
هذه تخوف. ستر. يلا بعدين نتمرن احنا. اوكي حلو، رسالة ثانية. جيلي اسمه، اما اسمه جيلي. In case you're too draft, remember, look to your whiskey for the answer. Whiskey, got it. If you want your share. ما ادري انا ما فهمت، هذه شكلها لغز. وخزنة طلعين. ايش ذا؟ او لازم اما combination required. كم الرقم طيب؟ دقيقة هذا سلكت، وين الورقة اللي كان معاه؟ نوت. ما حد اعطاني رقم. ما حد اعطاني رقم، كيف احله؟ اكيد موجود هنا ولا هنا. He won't get past me, sir. Do you know who we're hunting here? Don't try to take him out alone. And what if no one from the squad is around? Then try to make a lot of noise when you die. Knock something over if you can. Bastard. Okay, how the cover jeep. Smells like a dead weeper in here. الله يقرفك تشخ. They come here to die sometimes in the dark. مقرف. حلو اكل. والله طلع صوت. Seen anybody with signs of the sickness? I don't need shit from you. Okay, في اثنين الحين، بستنى هذاك يعطيني ظهره. أتفاهم مع هذا. Okay, كيف أتفاهم مع هذا؟ دقيقة، خلنا نشيل هذه. تعال تعال. Ha, you little bastard. حلو خنقته. وين خويك الحين؟ ديرها كويس ما تدري عني. استنى يعطيني ظهره احسن شيء. احسن شيء. لا 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 لا. Can't believe we lost
والله كانوا بيمسكوني قسم بالله، مصيبة دولة. سامعين قاعدين يقولوا انه انا القاتل. اوكي هذا هو ساميول. Quickly, I'm a friend. I'm Samuel. And I work for some good people who want very much to meet you. اهلا اهلا. They said you'd come out here. I can still hardly believe it. I'll take you to meet them. Just down the river here. All right, old man. Yep, let's go. اوكي يا شباب وكذا خلصنا المهمة حقتنا اللي هي طلعنا من المجاري. انا ما اظن الحين خلصنا المهمة الاولى لانه هذه اول مرة تجيني. جمعت فلوس بس ما جمعت كل الفلوس، فعلموني كم كل حاجة، كم ذبحت، كم كل شيء. يمدينا اعيد المهمة لو ابغى، يمدينا اعيدها بعدين. فاحنا بس بنكمل في الشريط حاليا. احنا خلصنا المهمة الاولى، او بمعنى صح خلصنا تكملة القصة، تكملة الهروب من او خرجنا على طريق المجاري الهروب. فالحمد لله قابلنا خوينا دحين هو بيساعدنا على ما اظن. اوكي يا شباب اتمنى الحلقة دي عجبتكم، وان شاء الله تعالى نشوفكم في الحلقة الرابعة. حنكلم ساميول ونشوف ايش بيعطينا وكيف بيزبطنا ان شاء الله تعالى. يلا يا شباب كان معكم اخوكم بسام، فمان الله.